نفسك تكتب من زمان صح، لكنك ما انت عارف كيف تبدأ ومن فين تبدأ. ممكن تكون كاتب مخضرم وعندك كتب وبتكتب من زمان، لكن حاسس انك انت بتستلهم افكار جديدة من اماكن جديدة. علشان كده تعالوا معانا في رحلتنا الكتابة الابداعية في اندلسية. معايا انا هبة قاضي، كاتبة صحفية في صحيفة مكة، وعندي كتاب اسمه دبس الرمان، ومع الرحالة دكتورة مريم فردوس، اول امرأة سعودية تغطس في القطب الشمالي، وحتزورنا وحتودينا الاماكن حقت اندلسية، المدن حقت اندلسية كلها، وفي نفس الوقت حناخد برنامج عن الكتابة. فرصة، سجلوا معانا، الاماكن محدودة.